تقريبا في منتصف اليوم جاء شخص يدعي أنه توغاشي، نشر بوست على تويتر قال هذا جزء من المانجا. نعم سأكمل المانجا لأنني بدأت في رسمها مجددا. What؟ وإيرين لم يكن يتحدث مع غريشا فقط. أوكي يا شباب، نعم نعم كما قرأتم في العنوان تماما، هانتر سيعود. أجل، هذه ليست إشاعة، هذه ليست كذبة، إنها حقيقة. لحد الساعة أنا لازلت غير مصدق. ما الذي يجري في هذا المقطع؟ لا يوجد مقدمات، لن أقول السلام عليكم يوم النصر، لا لا لا، نعم هانتر يعود. يا إلهي، ما هذا الجنون؟ نعم ما هذا الجنون. قبل ساعات قليلة أتى شخص يدعي أنه توغاشي وأنشأ حساب تويتر، نشر عليه إحدى الصفحات لرسم جديد للمانجا. تخيل معي أن هذا الحساب في ساعة فقط وصل لمئة ألف متابع، وقبل قليل رأيته يصل لأزيد من 400 ألف متابع. يعني تخيل في يوم واحد على الأرجح سيتخطى المليون شخص يتابعه. في البداية صراحة قلت أنها إشاعة، يعني شخص يدعي أنه توغاشي ليحصل على الترند والشهرة وما إلى ذلك. ولكن مانغاكا وان بنش مان نشر نفس الصورة التي نشرها توغاشي على حسابه، وبعدها الخبر انتشر كالنار في الهشيم وصار الترند رقم 2 في اليابان، وعلى الأرجح سيصير الترند رقم 1 ليس في اليابان فقط إنما في العالم. وستقول لي هل هذا الحساب هو رسمي أم أنها مجرد إشاعة؟ سأفرحك، نعم ستفرح معي كما أن الآن لا أصدق أن هنتر عاد. نعم حساب توغاشي هو حساب رسمي وهنتر عاد فعلا. يا إلهي، نعم هنتر سيعود بفصول جديدة، وتوغاشي مستعد ليجلس مجددا على الكرسي، وهذه المرة سيرسم ولن يقول أن ظهره يؤلمه. العالم حقا كان ينتظر وبكل حماس وشغف اليوم الذي يقول فيه توغاشي أنه سيكمل المانجا. وصراحة لم أكن أتخيل أنه سيأتي هذا اليوم، لأكون معكم صريحا، ليس على الأقل في وقت قريب. يعني كنت أتوقع في 2030 2035، لأن توغاشي يسحب علينا لفترة طويلة وأخاف أن يعود بفصل أو فصلين ثم يسحب مجددا، لكن نأمل خيرا. ولم أقم بإنشاء هذا الفيديو إلا بعد أن تحققت أن الحساب هو رسمي فعلا. نعم كما سمعت تماما، هو حساب توغاشي، توغاشي بنفسه قام بإنشاء حساب تويتر، توغاشي بنفسه قام برسم ذلك البارت من المانجا. حساب تويتر تم التحقق منه فعلا. في البداية لما رأيت البوست قلت أنها كذبة، لكن لما جاء مانغاكا وان بنش مان ونشر نفس البوست قلت لحظة ربما يكون حقيقة. لكن قبل دقائق تم تأكيد الحساب فعلا، يعني صرنا متأكدين 100% أن الشخص الذي يتكلم والشخص الذي ينشر هو توغاشي حقا. ولذلك نعم نعم المانجا ستكتمل وسيعود توغاشي للنشر عما قريب، وسيكمل لنا التعقيدات التي وصل لها حاليا في القارة المظلمة. آيا توغاشي لو تعلم كم شخص ينتظرك، كم شخص في العالم ينتظر إنمي هانتر ومانجا القارة المظلمة لتكتمل ونرى إكمال هذا العمل الفني المتكامل والذي توغاشي. يا إلهي، يعني سنوات ونحن ننتظر سنوات، وفقط ببوست واحد استطاع الوصول لأكثر من 400 ألف متابع وسيصل لمليون متابع في يوم. يعني تخيلوا معي درجة انتظار الناس لهذه المانجا وهذا العمل هنتر إكس هنتر الذي يعتبر من أفضل أعمال إنمي على إطلاق وعلى مر التاريخ، وأنا من أشد المعجبين بهذا العمل، وكنت أنتظر بشدة أن يكمل لنا المانجا، لأن بإكماله المانجا هناك احتمالية أيضا كبيرة أن نحصل على إنمي عما قريب. فقط تخيلوا معي بعد سنة إذا استمر توغاشي في نشر المانجا ونحصل على خبر آخر أن الإنمي سيصدر، يعني تخيلوا معي الترند الذي سيصل له هنتر والبوم الذي سيقوم به في العالم كما هو قام الآن فعلا. أنا سعيد جدا وفرحتي لا توصف، هذا اليوم سيبقى مميز ومخلد في التاريخ، سأسجله في الأجندة الخاصة بي على أنه يوم عودة هنتر أو الإعلان من طرف توغاشي نفسه أن المانجا ستعود. فور تأكدي من الخبر لم أنتظر ولو لثانية، مباشرة صورت لكم الحلقة، لأن يعني هذا الأمر لا يصدق، يعني لم أصدقه حتى تأكدت 100% أن الخبر صحيح.
لا تنسوا اللايك، يعني ادعموني باللايك لانني سانشر لكم المزيد والمزيد من المقاطع على هنتر، يعني المانجا الخاصه به بعد ان يكملها توغاشي. وايضا لمن مشترك يشترك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار الانمي وما الى ذلك. ساستمر في نشرها على الانستغرام، لذلك تابعوني هناك. واي خبر جديد عن هنتر كيفما كان يعني فور صدوره، فقط اتاكد من صحه الخبر، سانشره لكم مباشره على الانستغرام. اذا يا اصدقائي، قبل ان اكمل هذا المقطع ساعطيكم خلاصه ما حدث هذا اليوم. تقريبا في منتصف اليوم جاء شخص يدعي انه توغاشي، نشر بوست على تويتر قال: هذا جزء من المانجا، نعم ساكمل المانجا لانني بدات في رسمها مجددا. وات؟ لا انت تكذب فقط. يعني شخص يضع الصورة المعتادة لتوغاشي وهي صورة قناع الكلب، ورغم أن وقتها لم نكن نعرف هل الحساب رسمي أم لا، إلا أن تابعه الكثير والكثير من الناس، وبعدها بدقائق فقط نشر مانجا كوان بنشمان نفس الصورة ويقول أن ذلك توغاشي. نعم ذلك الشخص هو توغاشي فعلا. قلنا أوه، إذن الخبر ممكن يكون صحيح بنسبة عالية، لكن لحظة كيف سنتأكد؟ لازمنا دليل قاطع. وثم يتأكد أن الحساب رسمي من طرف تويتر نفسه، ونعرف أن ذلك الشخص هو توغاشي، وتلك الرسومات هي رسوماته فعلا، وتلك المانجا هي مانجا هنتر فعلا، وهنتر سيعود حقا. وفي أي سنة؟ في سنة 2022. نعم أنا لا أحلم، نعم أنت لا تحلم، هنتر عاد، المانجا تعود، قارة المظلمة تعود، وسنشاهد مجددا الأكشن، سنشاهد حرب الخلافة، سنشاهد كورابيكا، ونعم هنتر يعود يا سادة. أجل أجل، وأنا متأكد أن فور عودته سيتربع مجددا بجانب الإنميات الأسطورية، ورغم أنه لم يهبط ولو مرة مع توقف المانجا، بقي هنتر دائما من أفضل الإنميات عند الكثير من الناس. أبغى منكم تخبروني في التعليقات درجة حماسكم من 10. نعم أخبرني 9/10، أنا 10/10، أنا متحمس لدرجة يعني لا أعرف كيف أصف مشاعري وفرحتي بهذا الخبر المؤكد رسميا. بعد أن يعود هنتر انتظروا مني على الأقل حلقة في الأسبوع أتحدث فيها عن كل فصل ينزل من المانجا. الكثير منكم كان يسألني عن أي إنميات أفضل، يعني إنمياتي مفضلة. بطبيعة الحال ناروتو، هجوم العمالقة، هنتر، وان بيس، رغم انني لم اكمل وان بيس وساكمله عما قريب لانزل لكم حلقات ايضا خاصة به، وايضا انا من معجبي انمي بليتش، ولكن يبقى هنتر له مكانة خاصة لانه مختلف عن باقي الانميات، له طابع مميز، طابع فريد جدا من نوعه. لما تتحدث عن هنتر فإنك تتحدث عن التعقيد، عن الحبكة، عن عمق القصة، عن الشخصية الأسطورية. حقا توغاشي قدم لنا أفضل أعمال على الإطلاق، وإن أكمله فسيكون جوهرة من جوهرات الإنمي، كما هو الحال مع دراغون بول، وان بيس، ناروتو، هجوم العمالقة وغيره. إذن يا أصدقائي فجروا زر اللايك، نعم تفجير زر اللايك ليصل هذا المقطع لأكبر عدد من الناس ونفرح الجميع، والكل يعرف أن هنتر عاد مجددا يا سادة. إلى اللقاء.